هذا وقدم المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 901 وتطبيق العقوبات البديلة عن 585 نزيلا نموذجا متقدما في تطبيق حقوق الإنسان، ويعزز مكانة مملكة البحرين كدولة حضارية ملتزمة بالمواثيق الدولية. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق الأستاذ صالح الجلاب. أستاذ صالح، أهلا بك إلى نشرة الأخبار. بداية، ما القراءة الحقوقية والإنسانية لهذا العفو السامي عن 901 من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية؟ يعني بداية، هذا غير مستغرب على جلالة الملك، وغير مستغرب على هذه العائلة الكريمة. وحقيقة أن هذه المبادرة يعني مبادرة تؤكد أنه جلالة الملك في الحقيقة هو إنسان عظيم بكل معنى العظمة، أنه هو أيضا ملتصق بشعبه، ملتصق بقضايا شعبه، يعتبر هذا كل الشعب البحريني يعتبره أبنائه، والابن بعض الأحيان يخطئ حتى بحق والده ويتجاوز بالأخطاء، لكن قلب الأب دائما كبير. وحقيقة أنا تشرفت بأني التقيت جلالة الملك مرتين واستمعت إليه. هذا السهل الممتنع كنت أسمع منه يحكي ببساطة ولكن بعمق هائل ثقافي وفي كل الاتجاهات. ولذلك أول شيء أنا يتبادر إلى ذهني عندما أسمع مثل هذا الخبر، أقول هنالك ثقة عالية بالنفس من قبل جلالة الملك، وأيضا ثقة بشعبه الملتف حوله في هذه الظروف فعلا الصعبة والشديدة الوطأ. هذا الحقيقة، هذا الموقف يدل على كبر القائد وأهميته، وثقته بنفسه، وثقته بشعبه، وثقته بأمته، وثقته بكل الأمور التي حوله. هذه قضية غير مستغربة على جلالة الملك إطلاقا، وغير مستغربة على العائلة. يعني أنا تابعت لسنوات طويلة بعض القضايا عن قرب وعن بعد. حقيقة هذه العائلة لها هذه الصفة، التسامح والعفو عند المقدرة، ودائما مقتدر جلالة الملك، دائما مقتدر. ولذلك هاي نظرة كبيرة من أب كبير إلى أبنائه. وحقيقة هذا درس يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في منطقتنا كلها. هذا درس مهم، وهذا دلالة على ثقة بالنفس، على ثقة بالشعب، على ثقة بالدولة. هذه هي الحقيقة، وهذا هو أول شيء يتبادر إلى ذهني. أستاذ صالح، إحدى هذه الدلائل على هذه الثقة بالنفس وبالشعب والتفاف الشعب أيضا حول جلالة القائد، ربما إحدى أهم هذه الدلائل هو منح المجتمع فرصة لكي يتعافى من بعض هذه المشاكل التي طرأت على بعض أبنائه، من أجل مثل ما استمعنا في المقابلات قبل قليل بأن يتعهدوا بأن لا يعودوا لمثل هذه الأمور. هذا بالتأكيد ما ذكرته، وهذا يجب أن يتناول الشعب البحريني كله، هو الذي يجب أن يتصدى من الآن فصاعدا إلى الخارجين على أول شيء على القيم البحرينية. أول شيء على القيم البحرينية يجب أن الخارجين على وطنهم، الخارجين على مجتمعهم، المجتمع كله يجب أن يأخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار، ويأخذ منها الدرس الكبير، ويعلمها للذين وقعوا في أخطائهم، ويراقبهم على ما فعلوا، هل استجابوا لهذه المبادرة أم لا. لأنه حقيقة العفو عند المغفرة مرة واحدة يبدأ، ومن ثم المجتمع يتولى مسؤولية مراقبة الأمور. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان المحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق الأستاذ صالح الجلاب.